جايز كيفكم؟ يوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم رح نلعب لعبة بيكي اكس دي، واليوم يا جماعة طبعا نزل تحديد تبع بيكي اكس دي، وكمان يا جماعة الصناديق السرية. فعشان هيك اليوم رح نشارك معاكم جميع الاماكن تبع الصناديق السرية. ماي جاد شو هاد؟ وات؟ واو، اول مرة اشوفه الصراحة، بس المهم طبعا رح اورجيكم جميع اماكن تبع الصناديق السرية بهذا التحديث. طبعا قبل ما نبلش ما تنسوا اكيد انكم تشتركوا بالقناة لو لسه ما كنتوا مشتركين بالقناة، بعد ما حطوا كثير كثير لايكات الفيديو. وبس هلا جايز خلينا انه نبلش. اول صندوق صراحة كثير سهل، لازم بس تتبعوا الخطوات اللي بعمل، فضروري جايز ركزوا كثير منيح وتابعوا معي عشان تاخذوا كل الصناديق بسهولة. تمام تمام. اول صندوق موجوده عند داخل المنزل، ادخلوا جايز على المنزل، بعدين روحوا على، شايفين هون في غرفتين. تمام، المنزل على فكره كثير كبير، اتساءل كم فيه من غرفه. استنوا استنوا، هلا احنا نعرف انتظروا. ما نقدر، لازم نطلع من المنزل، فخلي ناخذ الصندوق اول شيء. طبعا لازم ندخل على هذا المكان اللي على المكان اليسار. ما كنت على فكره جايز اعرف افرق ما بين اليسار واليمين، يعني باتجاهات عشان لما كنت صغيرة يعني. المهم بعد ما تدخلوا على الغرفة رح تلاقوا هون موجود صندوق سري، فكل عليكم تعملوا انكم توقفوا تحت منه، بعدين تقفزوا قفزة عالية، وبعدين خلص تحصلوا على الصندوق السري الأول. وهلا يا جماعة لسه ضايل لنا 5 صناديق، لأنه في 6 صناديق وهلا أخذنا الأول، فضايل لنا 5. بس أول شي استنوا خلي أشوف منزل كم فيه من غرفة، لأنه عن جد إني أتساءل. فيه 8 غرف وبنقدر نحط فيه 500 آتات. اوكي، في طبقتين. تمام، هذا شكله من داخل صراحة كثير بجنن، صراحة حلو حلو. 6 غرف، 6 غرف ايش ممكن نسوي فيهم مثلا؟ عن جد مدري. هون جايز في بعض من الصناديق، لازم يا جماعة انكم تستأجروا طائرة. اوكي، في كثير طائرات في بيكيكسي، فانتوا استأجروا اي طائرة. تمام، رح اخذ انا الطائرة تبع جاكلي، وبعدين رح نبلش نحلق في السماء. هذه هليكوبتر مو طائرة، هليكوبتر هليكوبتر. المهم بعدين جايز لازم نروح على هذه الاير بالون اللي هون، بعدين رح تلاقوا الصندوق هون شايفين تحت. فخذوا طائرتكم وخذوا الصندوق هون موجود، بيعطينا طبعا 3 جواهر. ياي شكرا بيكيكس على الجواهر، عن جد انهم يعني كرماء عشان بيعطونا جواهر. او ماي جاد علقت بهذا المكان. وات؟ او ماي جاد صرت هليكوبتر هليكوبتر عن جد. شو المنظر، هليكوبتر هليكوبتر. شوف استنوا 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 جايز شوفوا. برم 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 برم. وات؟ او ماي جاد ليش علقت هون انا؟ استنوا استنوا لازم اقفز هون، يا الله لازم اقفز هون، اخذ لي طائرة ثانية وابلش احلق. عن جد ضحكتني انه كيف كيف بلشت بعمل. المهم خليني اجي هلا نطير هون. طبعا وراء الروبوت موجود هذا المكان اللي كانه فيه كاميرا، فهذه الكاميرا لو رحتوا وراها رح تلاقوا صندوق سري. ياي اوكي يلا اوكي الحين اخذته. طبعا بيعطونا 1000 جوهرة، 1000 كوينز قصدي، يا ريت لو كانت 1000 جوهرة. المهم هلا جايز اخذنا 3 صناديق بكل سهوله. طيب على فكرة لو ما عندكم طائرة يعني زي ما قلت لكم استأجروها لو ما عندكم. تمام، في هون هليكوبتر تقدروا تستأجروها هاي، بس خذوا الصندوق الثالث اللي ورجيت لكم، بعدين خذوا الثاني عشان حتى لو علقتوا عادي يعني. ففهمتوا؟ المهم هاي نصيحة من عندي، استأجروا هذه الطائرة، بعدين روحوا خذوا الصندوق الموجود بالكاميرا، بعدين خذوا الموجودة بالاير بالون، بالبالونة الهوائية ومدري شو اسمها. المهم هيك. هلا جايز بالنسبة للصندوق الرابع لازم انكم تاخذوا معاكم مشروب طاقة. انا ما عندي مشروب طاقة، بس خذوا يا اما مشروب طاقة يا اما اي اشي بيخليكم تقفزوا عالي او يعني تطيرون او اشي زي هيك شايفين؟ يا المهم فهمتوا. هلا رح ادخل على الاركيد اللي هو الروبوت الكبير او اركيد او whatever. المهم بعدين بعد ما ندخل عليه لازم نحلق نحلق. جايز موجود صندوق بهذا المكان هون فوق، وتذكرت يا جماعة زمان لما ب 2020 لما كانت اللعبة لساتها جديدة كانوا هون عملوا صندوق بهذا المكان، وعن جد جميع لاعبين بيكيكس دي كانوا بيتقاتلوا انه بيعملوا المستحيل عشان يحصلوا هذاك الصندوق. عن جد انا كمان كنت ضليت مدري كم
يوم انا بحاول اخده، بس ليكو هلا صار الامر سهل. يوم ليكو هو موجود صندوق، فبس كده نحاول. توازن توازن. اوكي اعطونا بس 1000 كوينز، لازم تعطونا جواهر يا ناس، انه هذا الصندوق صعب. بس اعتقد خلص ما صار بيعتبر صعب بجي لنا هذا. اوكي هلا طبعا بالنسبه للصندوق الخامس، اعتقد يا الخامس، اوكي رح ورجيكم جايز وين موجود. فلازم نروح على هداك المكان. استنوا هون عاملين كانه ملابس واشياء زي هيك. واو هون نقدر جايز نجلس وناخذ صور. واو كثير كيوت، حبيت كثير. وكانه هنيك في بيانو. جوسب جيرل واخده اجازه. اوه اوكي طبعا بعرف ليش اخذت اجازه. اوكي عملت لكم عنه فيديو اللي هو فيديو تبع الدجاج وهالوين ومدري شو. اوكي المهم فلازم جايز تجوا على هذا المكان، بعدين بلشوا تتسلقوا هذه الاماكن. او ماي جاد كثير صعب. كم اون كم اون. او ماي جاد اوكي حاخذ هذه بيكوز واي نوت. بعدين يا جماعه لازم بهذا المكان رح نلاقي صندوق. تمام لازم هيك نسوي وتدا نحصل على 3 جواهر. هلا طبعا اخذنا 5 صناديق، فمعناته انه ضايل لنا بس صندوق واحد. صراحة الصندوق لسه ما وجدته، فخلينا نبحث عليه مع بعض. اوه استنوا عن جد ما كنت بعرف انه هيك هيك انه ايش راح الكلام. ما كنت بعرف انه هون هيك عملوا كأنه حديقة صغيرة كثير كيوت. وهون عاملين كمان مكان الأكل وفيها كمان ورود. اوه كثير كيوت صراحة كثير كيوت. So cute. المهم خلينا نشوف جايز الصندوق السادس. اوكي اتوقع اتوقع وعندي احساس انه موجود باللعبه هذه تبع فاشن ستار، تبع زي دريست امبير صراحه. بس عن جد انه حاسه كثير كثير انه موجوده داخل اللعبه، لانه دائما لما بينزلوا هذه اللعبه، لانه مش اول مره بتنزل على فكره، مش اول مره بتنزل هاللعبه، بس يعني دائما لما بينزلوها اي تحديث بيرجعوا هاللعبه بيعملوا صندوق موجود داخلها، ودائما بيعملوه وراء نبته او شيء زي هيك. فاحنا وجدنا رح نبحث جايز بأماكن ثانية. سو يا المهم هلا لازم ننتظر 14 ثانية 13 12 11 عشان إنه تبلش الجولة، عشان نروح جايز نبلش نبحث. سو أو ماي جاد هالبنت لساتها لابسة ملابس تبع تحديث عيد ميلاد، رح أسألها ذاك التحديث. المهم جايز خلينا نبحث. أوكي مدري الصراحة. أوكي خلينا نشوف أول شي هون بهدول النبات. اوه كأنه شفته. اوه لا مش موجود هون. او ماي جاد اوكي خلينا نشوف ممكن يكون هون. نو هون. او ماي جاد موجود الصندوق هون يا جماعة. واو اوكي 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 فعشان ناخده اعتقد لازم هيك نقفز ونعمل هيك. اوه ما زبطت. اوكي عندي فكرة، رح نروح على هذا المكان، رح نتحول لبيبيز. اوكي رح نروح هون ناخذ الجسم تبع الاطفال. طبعا كل مرة وين بيكون تمام يعني بهذا المكان، بس مش دائما نفس الترتيب بيعملوا اعتقد. يب واو هاي جاي راكبة حيوان أليف تبع وهي بتلعب عشان تكون سريعة. اوكي تمام ادخلوا هون بعدين تاخذوا الصندوق. او ماي جاد ما كنت اتوقع صراحة، توقعت بس يعني فهمتوا. المهم هيك يا جماعة رح نخلص هذا الفيديو. قولوا لي بالتعليقات شو آرائكم، وهل اخذتوا كل الصناديق او لسه وكل اشي. المهم صراحة التحديث كتير عجبني، وانتو قولوا لي بالتعليقات. المهم بحبكم جايز كتير كتير كتير، خذوا الصناديق بسرعة عشان تاخذوا كل فلوس الجواهر تصيروا اغنياء. المهم بحبكم كتير 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 كلياتكم، بس نلتقي ان شاء الله بالفيديو الجاي. باي.